صباح رزق الحلال على الصبح كده. مع اللي والدة اتنين، أم الدقة أم النتاية. الدقة وصلت النبي عليه، وادي النتاية صلت النبي، ودي النتاية. والأم خالته الشطايق، صباح العسل كده على الصبح. حد صحتي أنا زي ما عودتكم، بقوم من النوم أصور، وجابلي الحليب المغرب أصور في أي وقت، بصور على الطبيعة. وعنده عروض جديدة، بس الله وكيل، لأن ده إيه المنظر بتاعها يفرح. بس قلت أنزلها. انا بحلى بقى الساعة 6 الصبح ل 6:30 الصبح، وقلت اصورها لكم كده. ومعلومة يا رجالة، ده هنتاي، ديت هنتاي، وده هو الدكر. ولا الدكر دي هينفع البطلوجة، ولا الهنتاي ده هتعشر لاجل الامانة كده. لان اللي بتجيب دكر وبتجيب نتاية مع بعض، دكر ونتاية مع بعض، ولا النتاية بتنفع ولا الدكر بينفع، بيبقوا لحم. لما لو جايبة نتايتين مع بعض ودكرين مع بعض بيفلحوا. ده هي ام الاتنين، صلى على الحبيب النبي كده. رقم التليفون 010-90-60-97-17. اخوكم محمد سعد. صباح رزق الحلال كده على الصبح. أم التوأم، أم التوائم. بسم الله، بسم الله، صلاة الحبيب النبي، احمل من أصحابه.